هاي وينكم ميه؟ هذا صاحبي كيزو والله العظيم انا عاش في سويسرا وهو عاش في المانيا توا عاش في سويسرا وش يحكي لنا الحكايه طلع هو مرته القديمه فهمت احكي لنا اخويا كيزو يا برا نحكيوا سيدي فهمتني مره عايش تفهم مش مشكله نعيش في سويسرا كنت قبل هذه الحكايه 23 سنه الثانية عاد مش اليوم فهمتني عايش في تزوق تزوق هذه بلاد كابيتاليست ما تخلصش الضرايب منعزل بالدا في سويسرا ماني نيش بحث زوريخ ما بين زوريخ ولوتزيرن فهمتني مشينا عملت سكي انا والمراه وقت بكري فهمتني مشينا طلعنا للجبل نطلعوا له بالتران وين تعلمتوا سكي انت وين تعلمتوا في سويسرا في سويسرا تعلمتوا ما نعرفش عندنا سكي احنا في دار شعبان طلعت في الجبل ترى احمر يهزك خرجك وطلك بخمسه فرانك تطلع فهمت القيمة في الجبل فهمتني لا على قيمة الجبل فهمت بدينا مش نعملوا سكي فما كان وحداتك العلامات ما فما علامات علامة تاع سكي قعدت تبع فيها باش ما تضيعش فهمتني يا اخي ضعنا ضعنا نقى كوخ كبير تاع بقر فهمت بقر كسوز كل كبار عايشين في الغابة اي كسرت الباب والله يا ربي نحكي معك بالرسمي كسرت الباب ودخلنا عطشنا نهزوا في الثلج من القاع ونشربوا فك الثلج هذاك قداش قعد باش تعطش ثلاثة سوايع ملوحين في الجبل يا رجل ثلاثة سوايع انا بارت المؤمن قعد ثلاثة جماعة وما عطشوش ثلاثة سوايع يا سيدي كسرتك الكوخ الكوخ نقى سبالة فميك شربنا انا والمرأة ما بير ثلج فهمتني ونقى بقر ونقى الضو يشعل ضو اي ضو يشعل يخليه الضو يشعل للبقر خد الدنيا ظلمة فهمتني سبيسيال الضو فهمتني عاد خرجت انا والمراه قلت لها ايه سي تو شربني اجي نتبعوا الوحدات هذوكم العلامات هذوكم حتى نوصلوا للكياس. اه وجا زبور مرة فهمتني. كسر راسك ترى عندك حق كل حكي تعدى ترى. فهمتني عاد قعدت نمشي نقطة ساقي للشطر هنا قلت لها المرة ستوب وقف. والحمد لله وقتها كانت عندي ياجوره تليفون بالرسمي ياجوره تليفونات قدام البورتابل ياجوره فهمت ياجوره قد هكا نحطها في الجيب هنا ولابس على الثلج كل وحده فهمتني جبت لك الياجوره بديت نباع وقلت له ما تعرفش النمرو تاع البوليسيه تاع اي حاجه فهمتني قالت لي ترى اطلب ب 110 طلبت 110 كلموني بوليسيه قالوا لي شبيك وين انتم قلنا له احنا تويكا في تزوق مبارك اسمه زوق مبارك زوق مبارك معناها جبال تاع زوق فهمتني وقت اللي احنا فهمت في الكلمه في الواحد قالك تو تجيكم هليكوبتر تعطينا فما علامات غديك علامات علامه شنو البلاصه تاع الجبل قلنا له بي سي 11 ولا 12 والله نسيت فهمتني احنا كي نسمع في هليكوبتر هبطت والله يا ربي هبطت هليكوبتر وجاونا قالوا لنا يا مشاو بينا بالهليكوبتر هبطونا في قالوا انتم نورمال بايز تمشيو شويه تلقاو الكياس الكياس معناها فهمتني الحكايه تعرف شنو هي الحكايه نقول لك ما قلت لك ذبابه يا راجل ما ترى شيء فهمتني الحكايه نقول لك فما 20 متر تمشي وتلقى الكياس وتلقى البان هذا اللي يمشي يهزنا يطلعنا يهبطنا اللوطه اي هو المداب موجود باش عمل هو هو تو هزنا بالهليكوبتر خاطر مفجوعين ولبسونا كل واحد وهبطونا في تزوك في تزوك قالكش ان عندي العرب نتاع الزبده لا قال كاين بروبليم لا 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 العرب وانا واحد غاديك يلزمو يهزك ويعاونك خاطر مفجوعين احنا فهمتني ياك هو فهمت نظرت للمراه قلت لك جيت في تونس انا وياك ضعنا في جبل راهم هزوني كوكب راهم ناكل الذيب واش الذيب هزوني كوكب وراحت هيا قول فيها وي وي وي